السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي. معاكم النهاردة إن شاء الله نستكمل الفرع الجزء الخاص بالمنطق. بدأنا المرة اللي فاتت وضحنا تعريف المنطق ونشأته وتطوره، وقلنا علاقة المنطق باللغة. قلنا إن المنطق علاقة وثيقة باللغة، لأن اللغة بتساعدني على توصيل أفكاري بشكل صحيح، فأنا في علاقة وثيقة بين المنطق واللغة. وقلنا إن إحنا نستخدم الألفاظ بمعنى حدود، وقلنا هنبقى الحد يتكون من مجموعة إيه؟ ألفاظ. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الحدود المنطقية، مفهوم الحد المنطقي، أنواع الحدود المنطقية. نواتج التعلم: في نهاية هذه الحلقة يجب أن يكون الطالب قادر على تحقيق ما يلي: يحلل مفهوم الحد المنطقي، يميز بين أنواع الحدود المنطقية، يدلل بأمثلة من عنده على كل من الحد الكلي والحد الجزئي، يحلل مفهوم اسم العالم كحد منطقي، يطبق بأمثلة من عنده على كل من الحد الموجب والحد السالب. نبدأ مع بعض النهاردة إن شاء الله نتكلم عن الحدود المنطقية. يعني إيه حد منطقي؟ الحد ممكن يكون لفظ أو عدة ألفاظ، وقلنا إن اللفظ فقط لا يصلح أن يكون قضية. لفظ فقط لا يكون قضية. إحنا قلنا المرة اللي فاتت إن الجملة هنسميها قضية، وهنستخدم جملة خبرية تتكون من مبتدأ وخبر. أنا في المنطق محتاج أكون جملة تحتمل إن أنا أحكم عليها صادقة ولا كاذبة. النهاردة هنبدأ مع بعض نقول هنكون الجملة الخبرية اللي هي القضية من مجموعة ألفاظ هنسميها إحنا في المنطق إيه؟ هيا يا ولاد، حدود. يبقى الحد هيتكون مجموعة ألفاظ تصلح أن تكون طرفا في قضية. يعني ينفع لفظ واحد يكون لي قضية؟ لا. زي إيه؟ هناخد دلوقتي كلمة القاهرة. القاهرة ده لفظ هنسميه حد منطقي. أنا سكت، فهمنا حاجة؟ لا، لازم أكمل جملة منطقية بنسميها قضية منطقية، جملة خبرية. القاهرة مبتدأ، إيه؟ بتخبريني عنها بإيه؟ فين المخبر به؟ عاصمة جمهورية مصر العربية. يبقى أنا القاهرة حد منطقي، عاصمة جمهورية مصر العربية مجموعة ألفاظ كونت لي حد منطقي مخبر به. في أمثلة تانية ممكن نقولها تكون لي قضية منطقية مكونة من مجموعة ألفاظ. تعالوا نشوف أمثلة تانية. برلين عاصمة ألمانيا، دي كده مكونة من مجموعة حدود ألفاظ تحتمل جملة خبرية قضية منطقية. برلين حد منطقي، عاصمة ألمانيا حد مخبر إيه به، أخبرتني عن برلين إن هي عاصمة ألمانيا. دي كده جملة خبرية قضية منطقية مكونة من عدة حدود. طيب في مثال تاني، الفاكهة حد منطقي، إيه حصل إيه؟ تمد الجسم بالفيتامينات. يبقى كده أنا عندي حد منطقي وتمد الجسم بالفيتامينات حد منطقي مكون من عدة إيه؟ ألفاظ. يبقى معايا ملاحظة هنا مهمة جدا، إن حد منطقي واحد فقط لا يصلح أن يكون قضية بمفرده، لأنه لا يكون جملة خبرية تعطيني قضية منطقية إيه؟ صحيحة. أنا محتاجة مجموعة إيه؟ حدود، مجموعة ألفاظ. يبقى الحد المنطقي لا يصلح أن يكون قضية بمفرده. تمام. النهاردة معنى الحد معانا النهاردة مفهوم الحد لفظ أو عدة ألفاظ تصلح أن تكون طرفا في القضية. القضية جملة خبرية نخبر عنه شيئا، يبقى ده حد. نخبر به شيئا
الحد الايه الاخر. تعالوا نعرف هي ليها انواع، الحدود ليها انواع، ليها انواع من حيث الكم ومن حيث الكيف. الكم هناخد نوعين، انا عندي دلوقتي انواع الحدود رئيسيين، رئيسيين كم وكيف. نزل من الكم نوعين والكيف ليه نوعين فرعيين. تعالوا نشوف الكم بيتكون من ايه. كم كلي، حد كلي وحد جزئي. الكيف، حد موجب وحد سالب. يبقى الكم العدد، كم كلي وجزئي. طب الكيف الحالة، الإثبات أو النفي. الكيف من حيث الحالة، الحد ده هيكون موجب مثبت ولا منفي حد سالب. هناخد النهاردة أمثلة على أنواع الحدود ومفهوم كل حد من أنواع الحدود. تعالوا نشوف مع بعض. هناخد الحد من حيث الكم، نبدأ في أول أنواع الحد من حيث الكم. قلنا كام، من حيث الكم هيبقى حد إيه؟ كلي وحد جزئي. طب إيه تعريف الحد الكلي؟ الحد الكلي يطلق على أكثر من فرد، أكثر من فرد أو شيء. يعني كلمة يمكن أطلقها على كذا مكان أو كذا فرد لاشتراكهم في نفس الصفات معينة، ويطلق على كل فرد منهم على حدة. خد بالك، أنا الأول ده لفظ إيه يطلق على أكثر من حد لاشتراكهم في نفس الإيه الصفات. لو خدت الكلمة زي نهر، نهر ممكن بشكل عام، نهر وسكت، يبقى كلمة حد إيه كل، بتتكلمي بشكل إيه عام، يطلق على أكتر من نهر، نهر النيل، نهر الفرات، أنواع كتيرة جدا من أنهار في العالم. طيب برضو كلمة متحف، متحف يطلق على مجموعة من المتاحف، متاحف كتيرة جدا في مختلف الأماكن، مصري، القبطي، الإسلامي. أنواع المتاحف إيه؟ فنون، الفن المصري، الفن القبطي، الفن الإسلامي، الفن الحديث. طيب النادي برضو كلمة نادي بس بشكل عام دي حد إيه؟ كلي. يبقى يطلق على أكثر من فرد أو شيء لاشتراكهم في نفس الصفات، يطلق على. وممكن بقى تاخدي الكلمة وتحوليها بشكل إيه؟ يطلق على فرد واحد على حدة زي ما احنا شفنا. يبقى كده الحد الكلي ممكن أن يطلق على كل فرد على حدة. طب تعريف الحد الجزئي بقى من حيث الكم، احنا خدنا من حيث الكم في فرعين، في نوعين، الحد الكلي والحد الجزئي. طيب كلمة نهر بس حد كلي. طيب لما تقولي نهر النيل، يبقى انت عايزة تتكلمي على شيء بعينه، شيء واحد فقط اسمه المكان نهر النيل. يبقى نهر النيل اللي موجود في مصر. يبقى الحد الجزئي هو الحد الذي يطلق على الفرد أو شيء واحد بالذات ولا يطلق على غيره. طيب لما أقول لك المتحف المصري برضه، يبقى ده كده حد إيه؟ جزئي. أنت محددة الشيء نفسه، بتتكلمي عن شيء بعينه. طب النادي الأهلي، يبقى برضه كده نادي الأهلي ده كده شيء حد إيه؟ جزئي مخصص. طب تيجوا نشوف يمكن تحويل الحد الكلي إلى حد جزئي. يمكن تحويل الحد الكلي إلى حد جزئي، بس في طرق عن طريق ثلاث خطوات. اسم الإشارة زي إيه؟ كلمة مطار، مطار بشكل عام تبقى حد كلي؟ حد كلي، لأنها بتتكلم على أكتر من شيء يطلق على كلمة مطار، ليهم نفس الصفات. طب ممكن نحولها عن طريق اسم الإشارة، اسم الإشارة هتخليه حد إيه؟ جزء.
هذا مطار. ايه تاني من الخطوات اللي ممكن نحول لحد ايه جزئي؟ التخصيص، تخصصي كلمة كتاب. كتاب ده برضو حد ايه؟ كلي، لانه بيتكلم بشكل ايه؟ عام وليس على شيء بعينه. هتخصصي، هنخصص ازاي بقى؟ يا اما ننسبه لشيء، لمكان او لاسم. انا كلمة كتاب ممكن اقول كتاب الفلسفة والحياة للصف الثاني الثانوي، ده كتاب الفلسفة للصف الثاني الثانوي، يبقى انا عايزك ده حد ايه؟ انت كده خصصتيه، نسبتيه لمادة معينة، يبقى كده حد ايه؟ جزئي بالتخصيص. لو انا عايزاه بالاشارة هيبقى هذا الكتاب بالتخصيص كتاب العقاد، كتاب الايام لطه حسين. خصصته لشيء او لشخص. طب انا قلت 3 حاجات لان انا احول من حد كلي لحد جزئي. قلنا حالتين، اسم الاشاره، اضافه اسم الاشاره، او التخصيص ان انا اخصصه لشيء او لمكان او لاسم. طب انسبه لحاجه معينه. طب في حاجه كمان، 3، الاضافه. كلمه منزل، اضيف كلمه منزل، انا كده احولها من حد كلي لحد جزئي، اخليها منزلي، انا كده عايزه منزلي انا، الاضافه منزلي، منزلهم، منزلك. بتكلم عن شيء بعينه لحد بعينه، ده التحويل من حد كلي لجزئي. 3 حالات، اسم الاشاره، اضيف اسم الاشاره، اضيف التخصيص، اضيف الاضافه. منزلي يبقى كده اضافه، هذا المنزل يبقى كده اسم اشاره، منزل، منزل محمد ابراهيم يبقى كده التخصيص. تمام يا ولاد؟ تعالوا نشوف ممكن نحول بقى العكس، يمكن تحويل من جزء الكلي، هل يمكن؟ عن طريق برضو 3 خطوات ممكن نحول من حد الجزء الكلي. تعالوا كده نشوف ال3 خطوات ايه. ال3 خطوات هنحذف حذف. حذف ايه بقى؟ قلتي علشان نحول من كل الجزء هنضيف، هنضيف اسم إشارة، هنضيف التخصيص، هنضيف الإضافة. طب هنا عايزين بقى يبقى حد من حد جزئي لحد كلي، هنعمل ايه؟ هنحذف، حذف اسم الإشارة، حذف التخصيص، حذف الإضافة. كده انا رجعت الكلمة، او لأ بقى احنا قلنا اللفظ هنسميه ايه؟ حدود. انا كده هرجع الحد الى حد كلي، يطلق على اكتر من شيء او اكتر من فرد. هحذف الاسم الاشارة، انا دلوقتي عندي مثال، هذه الحديقة، حد ايه؟ جزئي. هحولها لحد كلي، هحذف الإشارة، هتبقى الحديقة. طيب تاني خطوة، حذف التخصيص، التعميم. لما تحذف التخصيص انت كده تحولت للتعميم. التعميم يعني ايه؟ خليتها بشكل عام، تطلق على اكتر من شيء او يطلق على اكتر من فرد حسب الايه؟ الحد. انا دلوقتي حاطه مثال مدرسة المعادي الثانوية بنات، انا كده خصصتها لمكان معين، هحولها لحد ايه؟ كلي. هحذف التخصيص، هخليها ايه؟ عامة. حذف الاضافة، قلمي. هحذف الاضافة، هخليه قلم بشكل ايه؟ عام. ممكن اطلب منكم تحولوا لي كلمة لحد كلي، اشوف كده تطبيق منكم. برافو، يبقى انا كده عرفت ان في خطوات للتحويل من حد كلي لجزئي، وازاي ارجع احذف من حد ايه؟ جزئي لكلي. في خطوة مهمة جدا في الحدود،
اسم العلم، أسماء الأشخاص، حد كلي ولا جزئي؟ إيه رأيكم؟ في حاجة مهمة، لو اسم العلم مثل هاجر، أحمد، يعتبر حد جزئي. خدوا بالكم، في أسماء أشخاص تطلق على فرد واحد فقط. طب هتقولوا لي ما هي في كذا اسم هاجر، في كذا واحدة اسمها هاجر، في كذا واحد اسمه أحمد. هقول لكم آه، بس مش نفس الصفات. ممكن من قبيل الصدفة إن أنا أقابل كذا واحدة في الفصل اسمها هاجر، بس لما نيجي على هاجر هتبقى واحدة بعينها، شيء واحد فقط. في ملحوظة هنا، لو اسم العلم صفة زي كلمة إيه؟ جميلة. اسم جميلة لو جه اسم يبقى حد جزئي، جميلة، عادل، كريم، رؤوف، صابر. في أسماء ممكن تحتمل حاجتين، لو جت اسم تبقى حد جزئي. طب لو جت في القضية تعتبر قضية. أنا مثلا دلوقتي هنقول أمثلة وهنوضح. لو أنا قلت مروة بنت جميلة، كلمة جميلة، الحد بتاع جميلة هنا بيعبر عن إيه؟ مروة، مروة ده حد إيه؟ جزئي. بنت جميلة، أنا كده بصف جميلة دي صفة، فأنا كده صفة يبقى حد إيه؟ كلي، يطلق على أكتر من شخص. في صفة الجمال، يعني كده اسم العلم لو يطلق على صفات يبقى حد كل. عادل، تعالوا نشوف كده أمثلة. قاضي، القاضي عادل في قراره في القضية، القاضي عادل في قراره في القضية، حكمه. أنا هنا بقول اللفظ عادل يعبر عن حد إيه؟ القاضي عادل في قراره في القضية. هنا عادل اسم علم يعبر عن اسم شخص ولا يعبر عن صفة؟ لا، يعبر عن صفة القاضي، إن هو كان عادل، طبق العدل. يبقى هنا الصفة تطلق على أكتر من شيء أو تطلق على أكتر من فرد، يبقى الصفة هنا حد إيه؟ كل. أنا الجملة، المثال التاني، معتز طالب متفوق، معتز طالب متفوق. هنا معتز اسم علم يعبر عن حد إيه؟ اسم شخص؟ اسم شخص، يبقى ده حد إيه؟ جزء. تمام؟ يبقى أنا اسم العلم لو اسم يطلق على فرد بعينه يبقى حد ايه؟ جزء. طيب لو في اسماء زي عادل، كريم، صابر، جميلة تعبر عن شخص يبقى حد جزئي. اسم علم يعبر عن شخص يبقى حد جزئي، لكن لو جت صفة تعبر عن حد ايه؟ كل. تمام، احنا خدنا دلوقتي من حيث الكم، خدنا حد ايه؟ خدنا حد كلي وحد ايه؟ جزئي. تمام، من حيث الكم خدنا برضو ملحوظة على اسم العلم. هناخد برضو حاجة اسمها الحد الجمعي. انا هنا عايزة اتكلم عن الحد الجمعي، اسم الجمع زي ايه؟ يعني ايه الحد الجمعي؟ هو حد يطلق على عدة أفراد، عدة أفراد، خدوا بالكم، عدة أفراد، مجتمعين، ولا يطلق على أي فرد منهم على حدة، ولا يطلق على أي فرد منهم على إيه؟ على حدة. مثل كلمة إيه؟ جيش، عشيرة، أسرة، قبيلة. لاحظوا ان اللفظ ده او الحد ده انا بقول على مجموعة افراد مجتمعين،
مجتمعين ليهم نفس الايه الصفات، ولا يطلق على اي فرد منهم على حدة، خدوا بالكم، ولا يطلق على اي فرد منهم على ايه على حدة. يعني ما ينفعش اخد الحد الجمعي واقوله على شخص ايه بمفرده. طب ايه كمان، انتوا لاحظتوا حاجة ان الحد الجمعي هو حد كلي؟ اه حد كلي، لانه يطلق على عدة ايه مسميات او اشياء تشترك في صفات معينة. هو يختلف بس ان هو لا يطلق على اي فرد ايه على حدة، لكن هو حد ايه كلي. طيب تعالوا كده نتعرف ان ممكن نحوله من حد جمعي لحد ايه جزئي عن طريق ايه، عن طريق الحالات اللي احنا عارفينها: اسم الإشارة، التخصيص، الإضافة. طب اسم الإشارة شعب، هيبقى إيه؟ هذا الشعب. التخصيص أنا هخصص لمكان أو لشيء بعين. أنا هنا الشعب هحطها في التخصيص، هتبقى الشعب المصري. الإضافة شعب جمعي، خدوا بالكم جمعي، لا يطلق على شيء بإيه بمفرده. شعبنا، شعبنا، شعبهم، شعبي. تمام، يبقى الحد الجمعي يمكن تحويله لحد جزئي، اه الشعب المصري، يبقى انت كده ايه خصصت إيه هذا الشعب، يبقى انا كده اسم الإشارة. تمام، تعالوا نشوف مع بعض. هنتنقل للجزئية التانية من انواع الحدود. احنا خدنا اول انواع الحدود من حيث الكم، كان نوعين، حد ايه من حيث الكم، حد كلي وحد ايه جزئي. هناخد النوع التاني من حيث الكيف. يعني ايه كيف؟ قلنا الحالة، الحد ده هيبقى مثبت ولا منفي؟ اه يعني كده انا عندي نوعين، لو مثبت هيبقى حد موجب، ولو منفي هيبقى حد سالب. تعالوا نشوف كده التعريف. الحد الموجب الحد الذي يدل مدلوله معناه على وجود صفة ما في الشيء أو الفرد ده أو المعنى. زي مثال مازن ماله، احنا قلنا القضية المنطقية لا تتكون من حد واحد. طيب مازن حد قوي، حد مازن قلنا ده هيبقى ايه شخص مثلا يتصف بالقوة، يبقى ده حد ايه يدل على كلمة قوي، حد موجب لانه بيفيد وجود الصفة، صفة القوة، يبقى حد ايه مثبت، ثبت الصفة. طيب محمد امين، امين كلمة امين هنا بتدل على صفة الامانة، يبقى ده حد موجب. تمام، يبقى الحد الموجب بيفيد معنى وجود الصفة في الشيء. طب الحد السالب هو الحد الذي يدل مدلوله على غياب صفة ما، غياب يعني غياب، يعني ايه الصفة منفية، منفية سالبة. زي ايه مثال احمد غير قوي. ناخد بالنا من حاجة، احنا في الحد السالب هنا استخدمنا ايه أدوات، إيه أدوات إيه يا أولاد؟ أدوات السلب. أنا هنا الحد السالب محتاج مني أدوات سلب. زي إيه؟ خدوا بالكم في الأمثلة، هنطلع من المثالين اللي قدامنا أداتين. أحمد غير قوي، فين أداة السلب هنا اللي خلت هنا الصفة منفية، الصفة سالبة؟ أحمد غير قوي، أنا هنا نفيت صفة الايه القوة عنه، سلبتها، يبقى كلمة ايه غير. مروان اللا امين، هنا برضو انا استخدمت اداة سلب اللي هي ايه اللا امين، خليت برضو ان الشخص ده الحد ده اللا امين، نفيت عنه صفة الايه الامانة. يبقى انا هنا في المثالين عندي اداتين سلب، اداة غير واداة اللا. يبقى الحد السالب لازم يكون فيه اداة سلب جزء من الايه من الحد جزء. خد بالك بقى، انا هنا ما ينفعش افصل غير عن ايه قوي،
لان لازم تكون متصلة بالايه، بالحد، جزء منه، تعبر عن اتصالها. اداة السلب هنا جزء من الحد. طيب تعالوا نشوف كده في ملحوظة مهمة اوي، انا عايز اعرف ادوات السلب. سلب ايه؟ سلب الحدود اللي هو اللفظ وليس القضية. انا النهاردة بتكلم عن سلب الحدود. طب تعالوا نشوف ادوات سلب الحدود اللي هي جزء من الايه، من الحد، لا تنفصل عنه. زي كلمة، زي اداة اللا، لا، لا، اللا، غير. طب تعالوا نستخدم كده امثلة. طبيب غير صادق، غير صادق مع المرضى. غير صادق دي حد ايه؟ غير احنا قلنا اداة سلب وجزء من الحد، يبقى هنا حد ايه؟ سالب. في ملحوظة كده عايزين نقولها، ان غير مع الحد تسلب الحد. هناخد بعد كده القضية. غير ليس أداة سلب للإيه؟ للقضية، لا تؤثر في القضية. يبقى أنا النهاردة عرفت إن في حاجة مهمة جدا، أداة السلب، في أداة سلب الحدود اللي أنا خدتهم النهاردة تلاتة، لا، اللا، غير، دي بتسلب إيه؟ حدود الحد الذي يأتي بعد الأداة. طيب أنا القضية بقى، القضية لا تتأثر بالأدوات دي. القضية لو هي الأداة جزء من الحد، متصلة مع الحد، تخلي القضية إيه؟ موجبة، لأنها جزء من الحد، لا تفصل بين الحدود. طيب في مثال تاني، كل المدربون أذكياء. أذكياء ولا لا أذكياء؟ خدوا بالكم، أنا هنا بقول لا أذكياء. ليه لا أذكياء؟ عشان هنا أنا أداة، هنا أداة إيه؟ أداة إيه؟ سلب. يبقى هنا لا أذكياء حد إيه؟ سالب. طب أنا هنا حد سالب لأنها جزء من الحد، جزء من الحد، لا تنفصل عن الحد، هي على بعضها كده حد إيه؟ سالب. وإحنا قلنا إن القضية هنا هتبقى قضية موجبة، طالما إن الجزء، الأداة السلب جزء من الحد، لا تنفصل عنها. يبقى الملحوظة اللي طلعت بيها إن أدوات السلب بتاعت الحدود غير، لا، اللا، تسلب الحد الذي يأتي إيه؟ يعني تنفي الحد الذي يأتي بعد الأداة، يأتي مباشرة بعد الأداة. ولكن غير، غير لو جت او لا او اللا، اي اداه من ادوات السلب اللي احنا خدناهم النهارده، لو جت بعد الحد وجزء منه تفيد المعنى متصل، ده لا تنفي او لا تسلب القضيه، لا تتاثر فيها القضيه، تكون قضيه ايه؟ موجبه. طب تعالوا نشوف مع بعض كده في حاجه تانية ممكن نسلب بيها القضيه بس ما نسلبش بيها الحد. زي ايه؟ ما تتأثرش مع الحد. أداة السلب ليس، يعني ليس لو استخدمتها مع الحد تخليه إيه؟ خدوا بالكم الملحوظة دي بقى، دي قاعدة برضو عايزين نعرفها النهاردة مهمة جدا. ليس تفصل بين الحدود. إزاي؟ لا تكون جزءا من الحد، بتفصل، يعني هتخلي الحد موجب. زي المثال اللي قدامنا، كل الطلاب ليسوا حاضرين. حاضرين هنا منفصل عن الحد، عن الأداة السلب، فكده القضية هنا ليس فصلت بين الحدود، فصلت بين الحدود، فخلت القضية سالبة. طب والحد؟ لا، الحد ما تأثرش بليس، الحد هنا موجب.
أنا كده فصلت بين الحدود. في مثال تاني، أحمد دكتور، ليس هنا تتعامل في القضية فقط، القضية فقط تسلب القضية فقط. أنا عايزة النهاردة نبقى عارفين إن ليس تسلب القضية، تخلي الحدود منفصلة، هي أداة سلب للإيه؟ أداة سلب للقضية اللي هي الجملة الخبرية، لكن هنا مش جزء من الحد. ما أحمد دكتور ليس موجود، موجود هنا حد إيه؟ موجب، لأن جه بعد ليس، وليس لا تؤثر في الحدود. تمام؟ يبقى إذن ليس أداة إيه؟ أداة سلب للقضية، قضية الجملة الخبرية، لا تسلب الحد. اتنقلنا لجزء التطبيقات. تعالوا كده نأكد على المعلومات اللي خدناها النهاردة. أنا خدت حدود منطقية، خدت تعريف الحد المنطقي، خدت أنواع الحدود المنطقية. خدت أنواع الحدود المنطقية من حيث الإيه؟ من حيث الكم، خدت نوعين، خدت حد إيه؟ كلي وحد جزئي. خدت من حيث الكيف، حد موجب وحد سالب. خدت اسم العلم، وعرفت امتى يكون حد جزئي وامتى يكون حد كلي. خدنا الحد الجمعي. تعالوا نتنقل للتطبيقات. السؤال الأول معانا، اختر الإجابة الصحيحة مما يلي. رقم واحد، منصور مهندس متميز. منصور مهندس متميز يجسد لفظ منصور. لفظ منصور ده يعبر عن حد ايه؟ انا عايزاكم كده تقولولي حد ايه. هنا منصور مهندس متميز، هنا يجسد حد ايه؟ ايوه تمام. انا عندي اختيارات هنا، كلي، جزئي، جمعي، سالب. منصور هنا بيدل على ايوه حد ايه؟ حد ايه؟ جزئي. برافو. ليه حد جزئي؟ لانه بيطلق على فرد واحد بعينه ولا يطلق على غيره. انا هنا بتكلم عن مهندس اسمه منصور، يبقى شيء واحد ولا يطلق على غيره. انت محدده الشيء ده او الفرد ده. طيب تمام، تعالوا نشوف السؤال التاني. السؤال التاني، معظم اللصوص اللاشرفاء، اللاشرفاء في السجون. طيب يشير لفظ اللاشرفاء الى الحد ايه؟ عايزاكم كده تقولولي. انا عندي الاختيارات، الكلي، حد الكلي، ولا الجزئي، ولا الموجب، ولا السالب. اللاشرفاء هيكون ايه؟ يلا قولولي. اللاشرفاء دي حد ايه؟ استخدمنا اداة ايه؟ ايوه اداة السلب، سلب الحدود ولا ايه؟ اداة سلب الحدود. يبقى هنا الحد متصل، اداة السلب تعبر عن جزء من الايه؟ من الحد. يبقى حد ايه؟ سالب. تمام. طب نشوف السؤال ده. رقم 3، انضم مدرب جديد للمنتخب المصري. انضم مدرب جديد للمنتخب المصري لكرة القدم. ليس مبدع. ليس مبدع كده. ما تحت خط يدل على الحد الايه؟ كلمة ليس مبدع ده يدل على الحد ايه؟ كلي، الجزئي، الموجب، السالب. خدوا بالكم، احنا قلنا انا بتكلم هنا على حد. طيب الحد هنا ادوات السلب بتاعتي ايه؟ احنا لسه واخدينها. ادوات السلب ايه؟ سلب الحدود. وقلنا معلومة مهمة، نستبعد ايه من الحدود لو فيها اداة السلب ايه؟ ليس لا تسلب ايه؟
لا تسلب الحدود ولكن تسلب الايه القضية. كده يبقى الحد ليس مبدع ايه موجب، لان ليس لا تفيد الايه سلب الايه الحد. يبقى مبدع ده موجب لان هناك ايه فصل بين أداة السلب والحد، يبقى هنا الحد ايه موجب. تمام، برافو. طيب احنا في المنطق لازم نتدرب، لان التدريبات هي اللي هتخليني اتاكد ان انا فهمت صح واتاكدت من المعلومه. مي غير موجوده في الفصل يدل لفظ غير موجوده على الحد ايه. هنا انا استخدمت الحد الكلي ولا الجزئي ولا الموجب ولا السالب؟ غير موجوده. عايزاكم تجاوبولي. انا هنا غير موجوده، ايوه انا هنا استخدمت غير موجوده وده جزء من الحد، وهنا نفيت صفه الوجود، يبقى هنا الحد ده ايه سالب. تمام كده، يبقى جزء من الحد، يبقى الحد ده سالب. السؤال اللي بعده، يطلب بنك مصر بالهرم، يطلب بنك مصر بالهرم موظفين جدد، يدل ما تحته خط على الحد ايه. الخط على بنك مصر بالهرم كلي ولا جزئي ولا موجب ولا سالب؟ انا هنا بنك مصر بالهرم ده حد ايه، حد ايه، حد جزئي، لان انا هنا استخدمت تحويل الحد عن طريق ايه من ادوات التحويل. انا هنا استخدمت حد ايه جزئي عن طريق ايه، ان انا هنا مستخدمه التخصيص، ايوه التخصيص، بنك مصر بالهرم انت مخصصه المكان بعينه، يبقى انا هنا مخصصه المكان، يبقى هنا بطلق على شيء بعينه فهو حد جزئي. بنك مصر بالهرم انا مخصصه المكان محدده بعينه. تمام، السؤال اللي بعده، عائله اهم عنصر في بناء جيل متمسك بالقيم الاخلاقيه. طب نفكر كده في الجمله كده، عائله اهم عنصر في بناء جيل متمسك بالقيم الاخلاقيه. لفظ عائله يدل على الحد ايه، لفظ عائله يدل على الحد ايه. عندي الاختيارات الجمعي الجزئي الموجب السالب. عائله اهم عنصر في بناء جيل متمسك بالقيم، ده بيدل على الحد ايه، ايوه حد جمعي. ليه حد جمعي؟ لان انا هنا بتكلم بشكل ايه عام، حد يطلق على اكتر من شيء او فرد. انا هنا مش محددة عائلة مين، انا هنا بتكلم عن حد ايه جمعي، حد جمعي لان يطلق على اكتر، يطلق على عدة افراد مجتمعين، عدة افراد مجتمعين. هو وحد جمعي لانه بيطلق على عدة افراد مجتمعين ليهم صفات معينة. وهو احنا قلنا الحد الجمعي حد ايه كل، لانه برضو بيطلق على صفات ايه، صفات معينة تشترك فيها مجموعة من الايه من الافراد، ولا يطلق على شيء لوحده. طيب السؤال اللي بعده، سؤال مقالي، احنا لازم نتدرب على الاسئله الاختيارات، اختيارات من متعدد واسئله مقاليه. الاسئله المقاليه منها سؤال بيقول اجب عن الاتي، رئيس جامعه القاهره يهني الفرقه الجديده هذا العام الدراسي، استخلص من العباره السابقه حد جمعي وحد جزئي، استخلص من العبارة السابقة حد جمعي وحد جزئي. انا كده عايزة اشوف العبارة تاني وراجعها واتأكد فين الحد الجمعي وفين الحد الايه الجزئي.
رئيس جامعة القاهرة يهنئ الفرقة الجديدة هذا العام الدراسي. تمام، يلا هنستخلص من العبارة يطلق على عدة أفراد مجتمعين ولا يطلق على شيء بمفرده. هنختار إيه؟ والحد الجزئي هو الذي يطلق على شيء بعينه. وقلنا الحد الجزئي، تعالوا كده الإجابة هتكون إيه؟ طبعا الحد الجمعي حد إيه؟ لفظ إيه؟ الفرقة. أنت هنا مش محددة أنا في جامعة القاهرة في الفرقة الأولى والفرقة الأولى كلية الإعلام، أني كلية؟ أنا هنا بشكل إيه؟ جمعي يطلق إيه؟ ولا على شيء إيه؟ لوحده. طب رئيس جامعة القاهرة، أنت هنا حد إيه؟ جزئي؟ بالتخصيص ولا بالإشارة ولا الإضافة؟ قولولي رئيس جامعة القاهرة هنا حد جزئي بإيه؟ بالتخصيص. أنت هنا مخصصة محددة الفرد مين؟ رئيس جامعة القاهرة، بتكلم عن واحد بعينه عن طريق التخصيص. مش احنا قلنا الحد الجزئي او الكلي ليهم ادوات في التحويل من حد كلي الجزئي او من جزئي الكلي، اضافة او اشارة او تخصيص. تمام، تعالوا نشوف السؤال التاني. ولكن يمكن تحويله ليطلق على فئات كثيرة. يبقى هو بيطلق على جزء ولا يطلق على غيره، ولا يطلق على غيره. يبقى انا الجزء الاولاني بيتكلم عن حد بعينه، نوع من انواع الحدود، ولا ويمكن تحويله ليطلق على فئات كثيرة. طبق بمثال من عندك على ما تشير اليه العبارة السابقة. انا في الاسئلة المقالية انا هنا لازم اتعلم اجاوب صح. انا مش قايله لك في العباره اي نوع من الحدود. يبقى رقم واحد، انا في الاسئله المقاليه عايزه اقول احدد انا بتكلم هنا على اي نوع من الحدود. فكروا معايا كده، العباره بتشير لاني نوع، بعد كده اجيب المثال اذكر نوع الحد ايه. يطلق على جزء منه ولا يطلق على غيره، ويمكن تحويله لفئات كثيرة. يبقى انت هنا بتتكلمي على الحد الايه، وهتحوليه لحد ايه؟ ايوه تمام، انا هنا بتكلم عن الحد الايه. انا هنا بتكلم عن الحد الايه يا اولاد اعزائي الطلاب، انا هنا بتكلم عن الحد الجزئي. ايوه انت بتتكلمي على جزء ولا يطلق على غيره، يبقى اللي انا بتكلم هنا عن الحد الجزئي ويمكن تحويله لفئات كثيره، يبقى الحد الايه الكل. يبقى انا هنا بتكلم عن الحد الجزئي لما احوله لحد كل. ايه هي الطرق؟ احنا خدناها حذف اسم الايه الاشاره، حذف التخصيص اللي هو التعميم، حذف الاضافه. يبقى انت لازم تحدد لي العباره بتشل ايه الاول، وبعد كده تديني مثال. طب انا ممكن اقول مثالين، يبقى مثالين عن طريق ازاي؟ 3 خطوات. الخطوه الاولى اسم الاشاره، هذا المسجد ده حد ايه؟ جزئي، هنحذف عشان يبقى حد ايه؟ كل. طيب حذف التخصيص هيبقى تعميم، لو انا عايزه اخليه التخصيص واحوله بعد كده لكلي. مسجد السيده عائشه يبقى كده ايه؟ حد جزئي، احوله لحد كلي، احذف التخصيص اللي هي ايه؟ الاسم اللي انا نسبته. يبقى مسجد بشكل ايه؟ كلي، بشكل عام يطلق على اكتر من شيء او نفس المكان، يطلق على اكثر من مكان. طب حذف الإضافة، مسجدنا هحذف الإضافة يبقى مسجد. يبقى أنا كده عرفت إن أنا لما أجاوب الاختيارات أبقى متأكد العبارة بتشير إلى إيه، والاختيارات أستبعد إيه من الاختيارات، ويكون إجابتي واضحة وصحيحة. طيب وفي الأسئلة المقالية
اكون متاكد كمان انا هنا لما اجي اجاوب هجاوب ازاي. الاول افهم صيغه السؤال. تمام يا اولاد، سعيده جدا ان كنت معاكم النهارده، ان شاء الله نتقابل بخير باذن الله.